نفسي على القاعدة المنتجة حيث تعد صناعة وتجارة بآن واحد وتعمل على نمو الاقتصاد. لن تعد السياحة ترفا بقدر ما هي حاجة اجتماعية واقتصادية وثقافية ومورد للدخل المالي، كما تساهم في تأمين فرص العمل وتوسيع القاعدة الإنتاجية. أنت شو واقف عم تعمل هون؟ آسف بس أنا كنت بدي أمرق. لكن ليش وقفت؟ عم شوف أسلوبك بالحفظ كيف، مو أكتر. واحد لتات. ليش عم تعمل معولة؟ ليش عم تضايق البنت ولا غبي؟ أنا ما ضايقتها بنو. ما في شي، يلا امشوا معي. روحي أنت، نحن منحل الباقي. شو جابك لهون؟ ولعند مين؟ أنا أصلاً طالب هون وكنت عم أقرأ كتاب. شو هالكتاب؟ ورجيني. رواية باسم الشعب أحكم عليك بعقوبة الموت. حلوة دخلة؟ حلوة. انت شيوعي شي؟ بظن انه ما دخلك. عائشة. نعم أخي. تعي معي. عثمان، عثمان، شو صرت؟ مين اللي ضربك؟ ها؟ خدني على البيت. والله قتلي مرتبة. هن اللي ضربوك؟ ها؟ خلي يتربى. بين انه هن. أيمن، شو رح تساوي؟ بدي خبر رفقاتنا انه يجوا يطعموهن قتلي غير شكل. هن ما عملوا شي. لكن مين غيرهم؟ لا مين؟ هن اللي ضربوني. يعني انت بدك تفهمني انك كنت ماشي طبيعي وقعد هيك وضربت انفك بالارض؟ لا تتمسخر هلا. انت اللي عم تتمسخر. مدحت وشلته هن اللي ضربوك. فكرني غبي؟ يعني مين رح يكون غيره؟ ليك كيف ضربوك وانت واقف وما بدك تحكي شي؟ موقفك هاد مو ظابط بنو. يا اما بتكون معنا يا معهم. خلينا نسحب قرض من البنك. الشهر الماضي سحبت قرض وجبت ماكينة جديدة ولهلأ ما سددته. ليش ما بتتصلي بسلمى خانو؟ انت تركتي لها كل شيء لها. برأيي إذا بتقولي لها أكيد رح تساعدك. أمي سلمى باعت كل شيء عندها وسافرت لبرات البلد. بعدين أنا من يوم يومي ما بحب أتدين ولا أخذ مصاري من حدا. شو رح نعمل لك؟ أكيد عثمان اللي إجا فلتان على كيفه. هلا شرف ابني. شو صاير لك؟ ما فيني شيء. لا تخافي. متخانق مع حدا؟ لا شو صاير معك؟ ما فيني شيء خلاص. كيف يعني ما فيك شيء؟ مبين اكلت لي. تخانقنا بالمدرسه اخي. فهمت بس ليش؟ اخي عم اقول لك خناقه بالمدرسه. الشغله شغله بنات ولا مشان شيء سياسي؟ شغله بنات. عن جد ولك؟ شو صار؟ يلا احكي لي. في بنت بمدرستنا كنت عم اطلع فيها وبعدين اجوا رفقاتها تبلوا علي ورفقاتي كمان اجوا وتخانقنا. اطمن البنت بتكون دابت. اجد مو شايف حالة اخوك؟ لا تحكي هيك وتكبر براسه. بس امي ضرورية هي الشغلات. انا فايت على غرفتي.
بكره هي البنت رح تجي وتدق باب اوضتك وبكره هو الاخي قال. انا ما بنسى هذيك اللحظة، الجرأة والخوف، القوة والضعف، التوتر والهدوء، كلهم حسيتهم بنفس اللحظة وهي السبب. ومع هيك كنت مبسوط كتير، لأنه لو ما أكلت قتلة بسببها ما كانت هي انتبهت ولامت حالة مشان، ولا كانت اطلعت فيني أبدا. بس أثار الضرب اللي بوشي شدة وخلى السحر اللي بعيونها يشفي لي كل جروحي ويخفف لي وجعي. بس كان بقلبي جرح كتير كبير تسببت لي فيه من زمان، وكيف رح يطيب ما بعرف.